كابتن سيد حسين الشحات، ويعني في ناس كتيره شايفه، او في ناس من بعض من جمهور النادي الاهلي كمان شايفين ان حسين لسه لم يصل للمستوى اللي هم عايزينه، ايه رايك؟ تمام. حسين انا مقتنع بيه تماما، مقتنع بيه وفي ظهره، وانا متاكد ان هو عنده احسن من كده وهيأديه ان شاء الله الرحمن. وانا عندي احساس ان هو يعني من الناس اللي هتبقى ليها ان شاء الله الرحمن هيبقى ليها كلمه وبصمه في سيمي فاينل وفاينل باذن الله. يعني ده احساس. اوكي انا بقول له كلمه لكن ما تعرفش هيلعب مش هيلعب، دي مش انا انا على المستوى الشخصي بعزه جدا، وانا بقول له انت حققت معانا بطولات كهدف جماعي هايل جدا. يعني حسين جالنا في موسم انت لسه ذاكره اللي هو 2018 2019، في موسم كان صعب جدا على المستوى المحلي كدوري، وخدناه. خدنا معاه دوري الابطال السنه اللي فاتت، او خد معانا دوري الابطال السنه اللي فاتت عشان التعبير يبقى مظبوط. خد معانا دوري الابطال، خد معانا السوبر الافريقي، خد معانا كاس مصر، خد معانا بطولات كبيره قوي، كان واحد من الاسباب. تمام. لكن احنا عايزينه حد من الاسباب الرئيسيه والاساسيه بقى. يعني هي دي الفتره اللي شعر الرحمن اللي ممكن نبقى محتاجينه فيها قوي.